اليوم جينا للبلاصه ديال الدلاح اللي تنعرفوا هذا هو الموسم اللي كيكسر فيه الدلاح، تنعرفوا المغاربه ايضا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن شحال كيموت على شي حاجه سميتها الدلاح والسويله كاع دوك الحوايج خيرات ديال بلادنا. هذا العام الدلاح وصل حطم واحد رقم قياسي في الاثمنه، واحد الرخاء ربما اللي ما عمره كان. هذه مدته شحال من عام ما وصلش الدلاح 10 دريال؟ من 2015 من سنين من 2015 ما بقى دايره الثمن. وين الله 10 دريال الله تبارك وتعالى بغى الشعب يعيش، الدراويش بغاهم يعيشوا صافي. هادشي اللي كاين اختي، يعني بنادم كان واحد الوقت كيشوف الدلاع مسكين ما تيقدرش يوصل. انا بعتو 100 دريال اختي للكيلو، والله الا 100 دريال بنادم تيدوز عايش تشهى ويقول لك شحال تقول لي 100 بحال يضرب بكروشي. دابا الله تبارك وتعالى تبارك الله، يعني اصغر دلاحه شحال غيكون فيها؟ 15 12 15 13 14 وكاينه 20 كاينه 23 واحد الدلاح 27 هذا العام. لا كندوي على الوقت اللي كندير الدلاح 5 دراهم ودي الناس ما تيقدروش يوصلوا لي الدلاحه. شحال كانت كتوصل الثمن؟ 12 12 10 8 8 ونص 7 الدلاحه 20 درهم 25 درهم كثار 40 درهم 45 درهم. البرادر اللي يشري الدلاح ب 40 ريال راه الدلاع راه رخيص، الثمن ديالو كامل مليح مليح داير 30 ريال، داير 30 ريال. الناس تنقولوا الناس ما يشروش ب 40 ريال او ب 30 ريال، يشروه ب 400 1000 فراك الحبه. هنا راه كاينه 10 ريال كاينه 6 ريال تبارك الله. نجوكم ديريكت الدرويش هذا العام شبعت. خلي الدرويش ياكل، خلي الدرويش ياكل. لا 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 قانونيا كاين. انا شحال قسم بامي بالله ديتو البارحه اختي ب 6 ريال. لا لا نيشا خلاه زريعه، قلنا زرعه وزرعه صراحه. راحه دابا الله يبارك فيك صراحه. راحه هذا هو اللي كاين. شوف امر الواقع ياخذ دلاعه 300 400 كاع 1000 مزيانه. مزيانه ليه دلاعه كبيره ب 400 1000 فرانك 300 مزيانه وجوده. الله تبارك وتعالى بغى الناس تعيش خير ديال الله نزلوا الله عطي الدراويش يعيشوا. شحال هادي اش كان كيدير مول الدلاع ما يشوفش مول الدلاع؟ تقول لي بشحال؟ تيقول لك 80 تيدير بك ها وتلا الشيطان. دابا ولا هو يعيط ولا مسكين هو يعيط. 4 دريال ديك الساعه ما كانش لا والو، كان فرهنوا فرهنوا بزاف. وان الله كبير ربي كبير بغى الدراويش يعيشوا. وكورونا وكورونا وبنادم ما خدامش وبنادم مكرفص والله يحسن العوان وبنادم تيتشهق ما قدش يقرب. بغينا الديسير كله يولي بحال هكا. الله من فمك سيدي ربي عيش الدرويش. تسير دير الدلاح داروا الفائض ديال الدلاح الحمد لله. الناس اللي كانوا دايرين 4 قطارات كاين اللي دار 8 قطارات، كاين اللي دير 20 قطار دار 40 قطار. الدلاع كان ساوي الثمن، كان الدلاع ب 12 فرانك يدا 2400 درهم. يا اختي الله يعاونك. الدلاع كان وصل 12 فرانك 8 درهم الكيلو في اليوبيدي ديالو كيدير 8 درهم الكيلو 7 درهم 6 درهم. دابا مع الفائض اللي كاين كثير الدلاع طاح في الثمن ديالو وما كاينش لومبالاج. تيبان لك الدرويش غادي بدلاحة دابا يا سلام. الدرويش ب 20 درهم 20 درهم. انا ولد الحي، انا ولد الحي محمدي تنبيع الدلاعه ب 400 وتنرش عليهم فليطوكس تندير لهم السوبر. شوف السوبر ديال الماكله الدلاع السوبر الماكله الجوده ما كاين لا مرض لا والو سيدي. قول هذا باش قول، قول هذا باش قول. قد الاشاعه ديال المرض شنو هذا تخصص عمر هذا المنبر هذا شنقول الناس ديال بورغون والناس ديال حي محمدي الناس ديال عين السبع ديال اي منطقه ان شاء الله غنجيب لكم الدلاعه ب 1000 فرانك 300 الحبه وكبيره ان شاء الله. كاين الله يرحم الوالدين الله يجازيك بخير كل شيء يعيش. وزاره الفلاحه وزاره الفلاحه شوفي كنت من وزارة الفلاحة وسي أخنوش وسي أخنوش وزير الفلاحة الناس فلاحة الناس فلاحة مساكن خسروا أموال طائلة خسروا أموال. كاين اللي كان عنده الفلوس ما بقى عنده والو. هذا السيد كيقول غنمشيو للحبس. ليش 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 الناس الفلاحة راه غادا للحبس فوالا إلى حبس ودي الله مقيم عليه قطار 4 الملايين 3 الملايين ونص ولا ما تجد فيه حتى 60000 ولا 60000 ويجي المارشي هنا كان 10 10 سير اشي بقى سير المواطن سير وما كنتش تبيع فيه 80 86 90 ويبيعوا جمله. هات 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 يا اختي هات سلام بسم الله. واه اختي شتي واه حلو ما كاين لا مرض لا والو. هات هات والو المرض المرض والو المرض والله الا حلاوه هات
يا سلام صحة وراحة. دق على الشواخ بارك الله فيك. باقي ما نقدرش باقي الدنيا هانية الدنيا هانية ما كليتيش بالله على الراس. الساعة كبيرة دايرة 1000 فرانك كلشي ياكل كلشي عايش ياكل كلشي عايش اش بغاو عرفتي تبارك الله شحال ديال الفيتامين فيه كله ما كله ديال الكلاوات. ودابا نشوفوا المتضررين اجي اخوين هضر تبع المتضررين باش ما نكونوش حنايا حنا بغينا كلشي يعيش اسمحي لينا شوف حنا مزيان الدرويش بغينا ليهم كلشي ولي ب 10 دريات نقول لك واحد الكلمه قول مرحبا الفلاح ما عمره غيتضرر ياك اخويا نقولك علاش انا نقولك علاش حيت البحيره كنت صاحبي البحيره غتلوح فيها كاع قنطار ديال الزريعه راه غتخرج لك 3000 طون ما عمر الفلاح غيضيع فلاح ديما رابح بس عرفي واللي الحمد لله اللي عطاه هذا الخير الله يجعل ربي يفوض علينا الله يجعل ربي يسهل على كل واحد والإنسان ما نكذبش عليك بنادم كياكل دلاعة ب 100 ريال 1000 فرانك 300 400 هذا هو الثمن اللي كاين الله والجودة كاين الماكلة ما شاء الله الماكلة الحمد لله كاينة شنو الرد ديالك على هذا الشيء؟ شوف الناس هادو اللي تيهضروا والله الا كان اللي غادي للحبس والله الا الفلاحه غادي للحبس مساكن ريال ما بقى عنده كان اللي بغى يبيع دارو كان اللي بغى يبيع ولكن هاد الهضره اللي كيقولوا الناس لا يهضروا معايا شوفي شوفي هذا عنده الناس غير نسولك وجاوبني شحال هادي كنتو كتبيعوا الدلاح بواحد الاثمنه اللي هي خياليه المسكين ما كيقدرش يوصل ليه يعني عندكم واحد الارباح مضاعفه واكثر من مضاعفه الناس شوفي الناس ديال زاكورا هاد العام شدوا شويه الله يعمرها دارنا زاكورا شدوا تحياتنا للناس ديال زاكورا عندك شوفي عندك اكادير عندك مراكش عندك البروج عندك تاملالت عندك بني ملال علاش كنتو كتبيعوا الغلاف الاول كنت واحد الاثمنه اللي هي خياليه راه كاين طلب كاين طلب ديال الدلاح الناس كاين لهم بلاش كاين لهم بلاش يخرج لبرا كيتكل الدلاح دابا الوجد كاين الحمد لله الناس داخل الحبس شتي شوف الفلاحه كان اللي بغى يبيع دارو وكان اللي بغى يبيع كلشي ديالو ما عنده والو ما عرفتوش بان الدلاع غيوصل لهذا الثمن لا ما عمرنا حلمنا باش يكون هذا الثمن هذا الثمن ما عمرنا حلمنا به باش يكون بعد 10 ريال سبحانه وتعالى هو اللي وهذا العام الشتي واو تبارك الله كيبيعوا الدلاع ب 10 دراهم وب 12 درهم علاش ما كيتضروش كيتضرر ودابا انت بغيت الناس الضرر بغيت الناس الضرر ورا الناس الناس تدير فلوس شوف بغيت الناس توجهها وتجد عطيه فابور انت تاكلها كتبيعو ب 10 درهم و 12 ورا خصو يدير ورا شوف راه خدم باش ياكل باش يعيش وليداتو حتى هو ياكل واش ما غايشريش دلاع ما عندوش ناس عندهم منتوج واحد سنتيريا ماشي درويش غايشري دلاع ب 2400 عندهم منتوج واحد سنتيريا ما يقدرش يعني درويش ما يقدرش علاش خلينا ندو عندهم منتوج واحد خسروا فيه هو الدلاح منتوجات اخرين تعويض ما عندهم منتوج اخرين عندهم منتوجات اخرين فيهم ارباح خسيره بحال بالنسبه للناس اللي ما كيديرش غير الدلاح ما عمر فلاح يخسر ما عمر فلاح يخسر كاينه نقولوا لك من هنا حنا فيها وشريا ما عمر فلاح يخسر وحنا ما غنبغيوش ليهم الخسران حتى حنا ما غنبغيوش ليهم الخسران غير كلشي لا والو ومن هذا المنبر هذا تنقول للناس اكلوا الدلاح راه ما كاين لا مرض لا والو خلينا ندوا صاحبي تنقولوا من هذا المنبر هذا راه ما كاين لا مرض لا والو الدلاح ب 400 ألف فرانك راه كولو مزيان الدلاح حيت كان شي حاجه راه وزاره الصحه راه ما تخليش الدلاح يتباع هذا هو اللي كاين المشكل اختي في الدلاح هو الفائض خص انسان يوعى وعقل فائض كاين كثير بزاف خدم دار بزاف حيت الدلاح يربح بزاف ذاك العام ذاك العام الدلاح تباع بثمن تباع ب 70 الكيلو 70 هذا العام هذا كاين الفائض كثير كاين عام شوفي كاين عام كثير هذا الفائض كل عام تيكون كل عام كل عام تيكون هذا الشيء ماشي هذا العام غير هذا الثمن هذا ما عمر كل عام في السوق ما عمر رحيت في السوق ديما في السوق يوميا تيكون هذا الشيء يوميا حنا يوميا كتكون هذه الفلاحه يوميا شفت العام وحنا يوميا السوق اجي اخويا تفضل معنا تفضل اجي اجي تفضل معنا تفضل ما عمرها عمرك هادشي ما عمرك هاكوا اختي ديك العام كان لون بلاش فهمتي باش كيمشي كيغلي مشى لاوروبا كيمشي لاوروبا كيهز التام كيرفع الثمن ديال الدلاع هاد العام ما كاينش لون بلاش لون بلاش كان كان في شهر 3 شهر 3 شهر 2 شهر 4 كان لون بلاش حتى تحبس لون بلاش صحاب زاكوره بداو هما الاولين باعوا بالثمن فهمتيني تنفعوا هما الاولين باعوا بالثمن جا الدلاع ديال الشيشاوه ديال البروج كلشي تباع خطره تحبس لهم بلاش جا الفائض جا الفائض اختي هذا الشيء دابا هذا الدلاح هذا
كان اللي فرح لهذا الشيء. لا واش هذا الشيء كاين اللي كيقول هذا السيد؟ هذا السيد ما شوفي هذا السيد هذا ما خرجش الدار البيضاء، حدو الدار البيضاء ما شايفش هو اشنو واقع في البلدان الاخرى. دابا حدو الدار البيضاء ما عرفش شنو كاين، غير جاوي فمو ما شاف والو. راه الناس والناس ضايعه، الناس شوفي الناس كاين اللي كيفلح هذه الفلاحه هذه، دلاح لا غير ما كيفوتوش فهمتي؟ كي خدمة دلاح هو ما بغيش فيه والو، سمعتي ما بغيش فيه والو. شوف دابا تبارك الله، ها هي هانس هانس اخو هانس 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 الدلاعه هذيك دايره 1000 فرانك الحشر ديال الله سبحانه وتعالى. هادي راه كتطلع الفلاح بدرهم الكيلو باش طالع عليه درهم صافي خير معاك. شوف تبارك الله كنبيعو رموكه فاطمه الزهراء ب 1000 فرانك وكتبيعوها ب 80 ريال اقل واقل ما غنشيش ليه 80 ريال. واش ليه الدلاح كاين 100 ريال حم الوالدين؟ هذا هو اللي كاين الجمله، والجمله دابا عبلاتي عبلاتي دابا كتطلع لك دلاحه باش قلتيها بفمك درهم الكيلو كتطلع لك بجوج دراهم. شوف هذا فيه السيارة ديال زاكورة كتكون فيه السيارة كثار من هنا كتطلع بجوج دراهم ديال زاكورة عندك 10 دراهم جوج دراهم حيت كاين الصاير كاين الترونسبور غالي. ايوا 8 دراهم 7 دراهم 4 دراهم. ايوا راه كاين الطلب ديالو، راه الطلب اللي كاين حتى يكون خرج. هذا هو المشكل، كيكون الطلب المواطن المسكين كياكل. كتولي كتشوف كلشي تياكل، لا ضعيف. واش كاين شي درويش يقدر يشد اللحم ب 2400؟ ما كاينش 2400، ما كايناش هذا الشيء. الدلاح يغلى يغلى ما كيفوش 60 درهم 70 درهم حيت يكون 70 درهم 70 درهم غادي يغلى ديسير. ولكن 70 درهم خصك تصنتي 70 درهم خدام بها واحد هنا هنا في الصو واحد خدام معاه هنا خدام معاه بالكاميرا. الدلاح دابا ب 100 درهم يشري الدلاحه ويبرك يتفرج. ما عرفتش واش يبان لي انا دابا ما خضيره. حنا كنتمناو شوف يا اخي حنا كنتمناو تصنتي ليا. هذه رساله لوزاره الفلاحه، هذه رساله لوزاره الفلاحه. تنتمناو حنايا من كل من جميع المنتوجات نقصوا للدراويش، كاين الناس باقي ما خدامين من كورونا ما خدامين ما ردامين. كلام ديال المعقول خصوصا اننا على ابواب عيد الاضحى. ولا الى الله حنا خصنا الدرويش حتى هو يعيش. تتبقى سيمانه، حنا تتبقى سيمانه 4 ايام 5 ايام والرزق ديال الله تيجيبو الله. اكيد فهمتيني، شي واحد مرة الرزق ديال الله تيجيبو الله فهمتيني. والله العظيم ما شوفي شوفي بلاش 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 شتي اختي دابا خلينا ندوه ما نسندوش على الشيء. هذه رساله لوزاره الفلاحه نقصوا من المنتوجات كاملين حيت كاين الناس ما خدامين ما والو. تماما نتعاونوا مع المواطنين بلاد متضرر السوق. شوف هاد كورونا هادي نتعاونوا مع المواطنين. هذا هو كلام ديال المعقول. اما تلعب 100 ريال ولا ما عرف الله دابا جاب اللي ما عندوش كورونا وجابت هادشي كلام ديال المعقول. هو الدرويش ديما نتعاونوا مع الناس تسمح في المناسبات في رمضان في العيد الكبير في جميع المناسبات جميع المناسبات. الدرويش حب الله هو الفقير اول واحد ما حب الله. علاش ما اول واحد حب الله فقير؟ هادشي صالح المواطنين الدراويش. هادشي عطاه لينا الله. واش كون عطانا الله الغلا نبداو نقولوا الغلا؟ عطانا الرخاء نقولوا الرخاء كما درنا والحمد لله. دابا شوف بعدا كاينه بيضاوه بخصوص بيضاوه تبرعوا هاد العام بالله خير خير في البلاد. والله يدير الخير فهمتيني. وهاد العام راه بلاد فهمتيني عندنا كلشي موجود فهمتيني. ها هو الناس اوروبا راه كيتشهاو غير دليليحه مغربيه تجي فيني اربع دليليحه مغربيه ديرا 5 اورو كيديروا لها داك البلاستيك والبلاستيك والسلوفان وديرالك الكرومباش فهمتيني. ما كاين ما لك ونطبعوها هاي هنايا 10 دراهم ما كاين والو. نقولها لك ما اللي ندلع هذا العام كلشي غيمشى للحبس. اللي كاين كلشي خاسر المال. لا الفلاح ضيع والمنتوج كاين والوكال ما عندوش الدرهم. شتي لما الا الفلاح ما تعشو ما فرح راح تقول لي من الصباح والشغل غادي للحبس. وغادي للحبس والله الا غادي ليه كاع حنا حلفي والله الا غادي للحبس ان شاء الله. الا بقى هادشي بقى راه غادي للحبس ماشي غير انا كامل الفلاح. الله يدير لي فيها الخير لا يدير شي واحد فيكم الحبس. اذا مشاهدي قناه شوف تي في غتقول تفضل. شوف اختي خاصهم يتعاونوا مساك مع الدرويش ماشي راه فيش هادشي راه ضروري الفلاح راه نوبه طايح نوبه طالع مره يخسر مره نوبه خسر نوبه طالع نوبه رابح نوبه هذه هي الدنيا. خاصهم يتعاونوا مع المسكين. المسكين خاصه يتعاونوا كل ما عنده شبش خلص كري دابا وحاليا العيد كبير جاي بشي مسكين تعاون مع الله ونعم بالله. وانتم شكون بغيتوا تعاون معكم باش غيشري العيد مسكين سمعتيني كل ما عنده والله كل ما عنده مسكين غيشري تعاون معاه حتى العيد. العيد وزاره الفلاحه ما دايرهاش خاصنا الله يخليك. حتى السيد خلص الموضوع وما شراش العيد مسكين. يلا لا حول ولا قوة الا بالله. والله يتسنط لنا انا بعدا ضربني خاطر ديالي مرت. والله يصاوب اخويا الجميع مشاهدي قناه شوف تي في. نختموا معكم هذا المباشر. حنا ما بغيناش الضرر لحتى شي واحد. كنتمناو ان الامور تبقى دائما هذا الرخاء ماشي فقط في الدلاح بل كما قالوا الاخوان في الاضاحي في الخضار في اللحوم. بلادنا بلاد الخير الحمد لله. تنتمناو من هاد الفلاحه ومن هاد الناس صحاب الشقاره كما كنقولوا ما يبقاوش يستغلوا هذا راه كاين الطلب ويزيدوا على الناس الاثمنه لان الله راه تيشوف
وهي واحد النتيجه اللي هي زوينه زوينه. الدرويش راه كلا في اي حاجه ماشي غير في الدلع. هذا العام الحمد لله الخير كان كل شيء موجود، كان رخاء. غنختم معكم مشاهدي قناه شوف تي في هذا المباشر.